السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة رضا لسوق البرمجيات والربح من الإنترنت والمعلومات العامة والخدمات الإلكترونية. النهاردة عندنا درس مهم جدا لكل الناس اللي بتدور على الربح من الإنترنت. الدرس ده هيعلمنا إزاي نشتغل على موقع، بمجرد ما بتشتغل بتربح زي ما انت شايف السنتات والحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. كل دي مهام او اعمال ممكن تقوم بيها. هنا الموقع بتاعنا اسمه بيك ووركرز، يعني اعمال مصغرة. بمجرد ما بتكمل الاعمال ديت، هنا عدد الناس اللي كملت الاعمال او المهمات بتاعتها التاسكس، بس هي مش مهمة. هو بيقول لك اعمل حساب في الموقع ده وهتاخد 8 سنت. هنا مثلا بيقول لك ستارت كليك كوم، اعمل سيجن اب او يوزرز بتاخد 9 سنت. كل الحاجات دي هنتعرف عليها واحدة واحدة، وازاي نشترك في الموقع ده وازاي نعمل حساب عليه وازاي نشتغل ونكسب. مبدئيا كده يا شباب، اللي ما اشتركش معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس ويشير الفيديو عشان يوصل لعدد كبير، عشان يوصلكم كل جديد وجديد في مجال الربح من الانترنت والخدمات الالكترونية. كلنا عارفين بنسجل في المواقع ازاي، هسيب لكم رابط الموقع تحت الفيديو. عفوا، هتسجلوا في الموقع. بمجرد ما بتسجل الموقع بيديك 50 سنت اهو، تمام، بناء على الكهدية او بونص من الموقع. بتبدأ تشتغل على الموقع ازاي، هنيجي لحاجة اسمها فايند جوبس. بعد التسجيل طبعا هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد، وتبدأ تفعل الايميل بتاعك. هنيجي هنا نعمل فايند جوب. ممكن نحدد هنا البايمنت اللي انا محتاجه او المبالغ اللي هي ما بين وفين فين وفين، او مثلا انا عايز الارباح بتاعتي تكون ايه وايه. هنا بحدد السكسفول جوبس، المهمات العالية او الوظائف العالية. خلينا نبدأ الاول في وظائف قليلة. طبعا هنختار هنا 10 سنت. الوظيفة دي بيقول لك ريفيو. بمجرد العرض هنا الناس اللي حددت، لسه محدش اشتغل عليها. مدة المهمة دي 7 ايام، يعني تعملها في 7 ايام. هنبدأ نضغط على المهمة كده، هنمشي خطوات مع بعضنا. بيطلب منك ايه بقى في الريفيو؟ لو انت مش بتعرف تقرا انجليزي هترجم كل الكلام ده عشان تفهم ايه القصة بتاعتنا. طيب هو بيقول لك هتخش على البلاي ستور هنا وتنزل ملف، وكل الكلام ده انت بتكتب له رسالة هنا كده وتحط له سكرين شوت من الملف اللي انت نزلته على، وبتعمل سبميت بروف. تمام كده بتحصل على 10 سنت. الموقع سهل وجميل. بناء عن الوظيفة او المهمة اللي بيديها لك او العمل اللي بتقوم بيه بتحصل على الارباح. طبعا هنا عندنا وظيفة تانية ب 20 سنت، برضو عبارة عن ان انت بتخش على موقع معين. بنضغط على الوظيفة كده ونشوف الطلبات اللي موجودة. هو الموقع اللي المفروض ندخل عليه بيقول لك accept registry registration condition. طيب انت هنا بتعمل تسجيل في الموقع ده وبتكمل كل الاجراءات بتاعت التسجيل عادية جدا، وبتصور كل الكلام ده شورت سكرين، وبتكتب له الرسالة بتاعتك هنا واللينك، وبعدين بتعمل له صورة للرسالة، بتختار ملف وسبميت، بتحصل على 20 دولار. هتبص تلاقي ان الزيادات حصلت معاك في الرصيد وهكذا. كل ما انت بتطبق عمليات في اليوم بيدي لك ارباح. الموقع ده لو قدرت تشتغله عليه كويس جدا، يعني ممكن تعدي في اليوم 50 دولار، 60 دولار، 100 دولار، على حسب المهام والوظائف اللي بتقوم بيها. وكل الموضوع ده سهل جدا. في ناس هتجلك وتقول لك طيب الايميل بتاعي ممكن يحصل فيه او ما يحصلش فيه حاجة. لا، انت اعمل ايميل فيك او ايميل جديد، خليه للشغل للموقع ده. ابدأوا اشتغلوا عليه كويس، حققوا عمليات كتير فيه، وان شاء الله الارباح بتاعتكم هتنزل. طبعا لو انت عايز تعمل مهمات او وظائف ليك وتنزلها بنقاط معينة او بارباح معينة للناس، لو عايز تعمل تاسكات، كل الكلام ده انت بتفهمه واحدة واحدة. وهنزل لكم شرح كمان تاني بمجرد ما اعمل سحب من الموقع. وبتمنى اللي بيتابعني جديد يشترك معانا في القناة ويفعل الجرس ويشير الفيديو ولايك. ما تنسوش لايك يا شباب عشان ننزل لكم استراتيجية جديدة. ان شاء الله كل ما احصل على موقع جديد هنزل لكم كل التفاصيل بتاعته. دمتم في امان الله ورعايته. كان معكم رضا الدسوقي.